الله يسامحك يا كابتن حسن يا حمدي، انت السبب في اللي احنا فيه الان. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. حازم امام بيكشف وجهه الحقيقي اللي كان مستخبي وراه، وكانت جماهير النادي الاهلي تقول لك ده حازم امام ده محترم، ده زملكاوي بس محترم، زملكاوي بس خلوق. يا جماعه ده مزور وزور عقد جده، والمفروض كان وتم إدانته على فكرة من النيابة العامة، وكان اتحول لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير، والتزوير دي قضية من قضايا اللي هي مخلة بالشرف، زيها زي الرشوة، زيها زي السرقة، زيها زي التبديد، زيها زي حاجات كتير مخل بالشرف. ولكن الكابتن حسن حمدي يعني الله يسامحه، بعد ما تلقى اتصال هاتفي من المشير طنطاوي قال له خلص الموضوع ده، احنا عايزين الموضوع ده ينتهي، مش عايزين مشاكل ايه الى اخره. فكلم جده، يا جده روح اتنازل عن المحضر وكأن الموضوع لم يكن، وتم التنازل والموضوع اتطرمخ والقضية اتدفنت ودخلت اداري واتحفظت في سجلات النيابة. لكن حازم امام مصر ان هو يحارب النادي الاهلي، ومصر ان هو يخبط في النادي الاهلي. يعني هو مش مكفيه مجاملة نادي الزمالك، ومش مكفيه الاحتواء اللي بيقدمه لنادي الزمالك، ومش مكفيه انه بعد قفل القيد ونادي الزمالك عليه مديونيات بالجملة لاتحاد الكورة يأيد لعيبة بمخالفة اللوائح والقوانين، لا ده يحارب النادي الاهلي، يخبوا خطاب للنادي الاهلي عشان ما ينظمش البطولة على ارضه، ويبقى فيه اولوية ليه وجمهوره ملتف حواليه، ونسبة الفوز بالبطولة تبقى عالية للنادي الاهلي. لا احنا نخبي الخطاب واكن ما فيش حاجة جات لنا، وما نبعتش الخطاب ولا نعرف النادي الاهلي ولا نعرف الوزارة ولا نعرف حد خالص. مش كده وبس، لا ده خد عندك كمان انه قرر ان هو ما يديش اي لعيبه من المنتخب او لعيبه النادي الاهلي اللي منضمه للمنتخب للنادي الاهلي. ومش كده وبس، لا ده قال لك ان في تجمع للمنتخب في اجنده دوليه قبل مباراه سيمبا مع سيمبا التنزاني ب 48 ساعه، يعني قبل مباراه مهمه ب 48 ساعه في تجمع للمنتخب وهيلعب، وملكش حق يا نادي يا اهلي وان كان عاجبك كده وش. طيب ما تيجوا نطلع ونسمع ونشوف محمد شبانة وهو بيسلط الضوء على الكلام اللي قاله حازم امام اللي ما خدش حقه اعلاميا، ولا حد ستفه ولا حد اتكلم عنه، وتعالوا لي مرة اخرى عشان نكمل مع بعض. بس ما تنساش وانت بتتفرج على الفيديو اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مرة تشوفني، اول مرة تخش قناتي، عجبك محتوى القناة، شايف القناة تستحق ان انت تشترك فيها، فما تتأخرش عننا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار كل الاشعارات، عشان في اشعار بيجي لك كل ما الفيديو بينزل، فحضرتك هتفعل زر الاشعارات والاختيار الاشعار هيجي لك بشكل اول ما بينزل الفيديو هيوصل لك. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف محمد شبانة قال ايه، وتعالوا لي مرة اخرى عشان نكمل كلامنا. وبذكر حضراتكم ان لينك القناة البديلة الاهلاوية على اليوتيوب 2 عددها 39000 موجودة في اول كومنت. اتمنى حضراتكم تشتركوا في القناه البديله عشان احنا بننزل فيديوهات هناك غير الفيديوهات اللي بننزلها هنا. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف محمد شبانه وهو بيفضح ملوخيه، ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. التصريح اسف قوي جدا، بس ما خدش حقه في التناول الاعلامي كابتن حازم امام لما قال ايه اللي حصل، مش هتكرر، لن يصبح تاني حد يتكلم عن معسكرات المنتخب. يعني بيقول للاهلي تقول لي سيمبا، تقول لي بومبا بتاع يوم 20 اكتوبر، تيجي تقول لي اصل معسكر المنتخب والاجنده الدوليه، المنتخب عنده اجنده دوليه على فكره من 9 ل 17 اكتوبر اللي جاي. فتصريح الكابتن حازم امام وهو راجل عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره ومشرف على المنتخب الاول واضح. هتيجي تقول لي اصل انا هلعب في تنزانيا والاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي كمان عامل الاهلي ماتش الساعه كام؟ ده الاتحاد الافريقي عامل الاهلي الماتش بتاع سيمبا ده مخليه له الساعه 5، الساعه 7، الساعه 6، مش ده 6، الساعه 6 بتوقيت القاهره في تنزانيا يوم 20 الساعه 6. حاجه غريبه جدا، الاتحاد الافريقي في مواعيده العامله بتاعت الدوري الافريقي البطوله الجديده حاطط المواعيد بالساعه، مخلي ماتشات الاهلي الذهاب الساعه 6 مع سيمبا
في تنزانيا في دار السلام في استاد ماكابا، ده الافتتاح في تنزانيا، وخلى العودة الساعة 5 بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة يوم 24 اكتوبر اللي هو الثلاثة، اللي هيلعب يوم الجمعة 20 يلعب يوم الثلاثة 24. ماتش الثلاثة الساعة 5 بتوقيت القاهرة. الأغرب إن في نفس اليوم سان داونز هيلعب في نفس البطولة مع بيترو أتليتيكو. وطول عمرنا من واحنا أطفال كده صغيرين يقول لك سان داونز بيستدرك أي منافس الساعة 3 العصر، هما بيلعبوا جدا العصر. وإن هما صح 3 الظهر عندهم دي أي نادي يروح بيلعبوا 3 الظهر يحطوا الشمس في عينيه ودب دب دب دب. مخليه الماتش هو في نفس اليوم بتاع الاهلي بتاع ماتش الاياب بتاع سيمبا، الاهلي الساعه 5 وسان داونز الساعه 8 بالليل. طيب خلي الاهلي هو 8 بالليل على ضوء الكشف في استاد القاهره، وخلي سان داونز هو اللي الساعه كام؟ 5. ما اعرفش دي المواعيد اللي حاطها لي ايه اللي اتعدل فيها. لكن تصريح الكابتن حازم امام واضح، هيخش الاهلي بقى يخش يعني يقول الاهلي مش عايز حد يجي ولا يكلمني، تقولوا لي بقى عندنا ماتش، احنا في معسكر للمنتخب يا فندم يبدا يوم 9 ينتهي يوم 17 الساعه 12 بالليل، الساعه 12 ودقيقه اللي هو الصباح 18 من حقك تاخد لعيبه، ده 48 ساعه، ده هيبقى 48 ساعه عادي. دي الاجنده الدوليه اللي حاطها الاتحاد الافريقي، روحوا حاسبوه ما تحاسبونيش انا، دي مواعيد الماتشات بتاعتكم اللي حاطها الاتحاد الافريقي. طب الاهلي الصدام ده مش بس هيبقى مع المنتخب في القايمه، لا ده انت هتخش كمان في بيرسيدا واليون يانجو وعلي معلول، علي معلول هيجي من اليابان في اليوم ده، عنده ماتش في اليابان مع منتخب تونس، والقدري بقى اتفائل بيه، هو لعبوا الماتش اللي فات بتاع منتخب مصر وكسبوا 3-1. الماتش التاني بتاعهم في الاجنده الدوليه بتاع شهر اكتوبر هيبقى في اليابان مع اليابان، عشان يجي المشوار ده كله بقى معرفش يجي ازاي، مش عارف يركب القطر بتاع الراجل بتاع كوريا الشماليه ده اللي راح لروسيا امبارح، ياخد القطر ويكري على لان هو واخد بلد راح تنزانيا، ده هو هينتقل من اليابان لتنزانيا، ده مش جاي مصر مشوار يعني، يعني اليابان لوحدها بعيده جدا، هيروح كمان تنزانيا يعني في نص القاره. هديكوا فكره برضو على اتحاد العاصمه، نادي مش سهل، وعلى فكره كل الكلام اللي بيحاولوا او بيحاول مدربه ذكي جدا بن شيخه بيحاول ينيم بيه لعيبه النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، عارف ان الاهلي قوي جدا وعارف ان الاهلي حظوظه اكتر، فبيحاول يرفع الضغط على لعيبته. زمان حازم امام كان بيحارب النادي الاهلي على المتغطي، على المداري، كان بيحارب النادي الاهلي وبيجامل نادي الزمالك وهو خلف الكواليس، لا دلوقتي بقى عيني عينك، مش هديك يا نادي الاهلي لعبتك، هوقعك يا نادي اهلي. في ايه؟ في بطولة السوبر الافريقي قبل مباراة تنزانيا الافتتاحية، مباراة سيمبا التنزاني الافتتاحية في كأس السوبر الافريقي. تخيل يا فندم، مش كده وبس، لا ده انا عايز ازيدك من الشعر بيت او الطينة تبقى زيادة بلولة، يعني هقولك على حاجة مصيبة اكبر، ان النادي الاهلي لو وصل لنهائي البطولة في اصلا تصفيات كأس عالم للمنتخب هيلعب مع النيجر تقريبا او هيلعب مع مدغشقر، مش متذكر المنتخب اللي هيلعب معاه، ولكن هيبقى في ماتش في تصفيات كأس عالم والنادي الاهلي وصل لنهائي البطوله ان شاء الله، فالنادي الاهلي هيسيب لعبته للمنتخب ولا المنتخب هيسيب لعبته للنادي الاهلي؟ اللي حصل ده كان كمين للنادي الاهلي، انت طلبت لعبتك في ماتش ودي، انا لعبت بالسكند تيم ما سبتش غير صلاح، يعني اغلب اللعيبه اللي لعبت دي ما لهاش 900 لازمه غير 2-3 لعيبه، ومع ذلك اتغلبت من تونس، حملت النادي الاهلي المصيبه والكارثه الكبرى، خلاص يا نادي اهلي اوعى تقول لي لعبتي تاني، انا هاخد لعبتك كلها وما تكلمش. وهيبقى في على لعيبه نادي الزمالك ازاي؟ هيبقى في لينك تواصل ما بين فيتوريا وما بين حازم امام، حازم امام هيجي يقول له ما تاخدش فلان ولا فلان ولا فلان في الاختيارات عشان نادي الزمالك عنده اللي ايه؟ عنده المباراه المهمه في الحته الفلانيه. يعني ممكن ياخد 6 لعيبه من النادي الاهلي ما لعبهمش، تخيل؟ وممكن ما ياخدش ولا لاعب من نادي الزمالك بحجه ان هو مش محتاج لهم. حصل ولا ما حصلش؟ يحصل. يبقى بكده بيخبط في النادي الاهلي وبيضرب في النادي الاهلي، والناحيه التانية والجانب التاني هو مش هياخد لعيبه اصلا من نادي الزمالك عشان نادي الزمالك يطلبها، لا ده هو مش هياخد اصلا لعيبه. شايفين اللعبه القذره اللي بتحصل من حازم امام وفيتوريا اللي ربنا مش هيوفقه على اللي بيحصل ده في منتخب مصر؟ ثم انت عايز تحمل الاربع لعيبه خساره، ده اسمه افلاس. لان منتخب مصر اللي عنده قاعده من 18 نادي يختار منهم وعنده قاعده من محترفين يختار منهم ما جابش للمحترفين، ودي اجنده دوليه. ليه؟
النادي الاهلي بيحارب من الاتحاد الافريقي بقياده هاني ابو خيبه ومجاهد، الاثنين دول بيحاربوا النادي الاهلي عشان تبقوا عارفين. هو المنتخب هيلعب امتى يوم كذا، خلاص سكن النادي الاهلي يلعب قبله ب 48 ساعه او بعده ب 48 ساعه عشان نخبطهم في بعض. وقد كان وبيحصل كده، بيحصل كده من الاتحاد الافريقي بتعنت عشان يوقعوا النادي الاهلي وعشان يوقعوا الكره المصريه وعشان يوقعوا الاتحاد المصري لكره القدم، بيبقى في مشاكل وصدامات، فبالتالي يمشوا وهم يجوا مكانهم. دي الخطه الموضوع من هنا ابو خيبه ومن مجاهد، ده اولا. ثانيا، في الاتحاد المصري لكره القدم في اشخاص بعينهم زي وليد العطار وزي جمال علام وزي الافندي اللي اسمه حازم امام بيحاربوا النادي الاهلي محاربه صريحه وواضحه، وبيجاملوا نادي الزمالك بخلاف اللوائح والقوانين والمديونيات اللي على نادي الزمالك. لكن الافندي ده قناعه اتكشف وظهر للجميع. احنا بنقول للنادي الاهلي يخاطب الاتحاد الافريقي يشوف له حل في المواعيد والتضارب في المواعيد ما بين بطولات النادي الاهلي القارية وبطولات نادي وماتشات المنتخب، سواء يعني بطولات حاجة دولية حاجة ودية حاجة يعني قارية حاجة رسمية، يشوف له حل الاتحاد الافريقي، لان الاتحاد الافريقي ما يرضهوش النادي الاهلي يقع، ولا هو ده مخطط، الله اعلم. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.